مثل ذوقكم. متابعينا هنشوف دلوقتي معاكم دكتور مراد عمر مختار، استشاري العظام والعمود الفقري، واللي هيكلمنا عن فقرة مهمة جدا جدا النهاردة، الانزلاق الغضروفي العنقي. هيقول لنا كلام مهم قوي النهاردة ونصايح جامدة جدا ومفيدة. ركزوا مع فقرة دكتور مراد عمر مختار. السلام عليكم، انا اسمي دكتور مراد، انا استشاري جراحه العظام والعمود الفقري. حابب النهارده اكلمكم عن الانزلاق الغضروفي العنقي. يعني ايه؟ يعني الفقره الغضروف بيسيب مكانه الماده الجيلاتينيه اللي جواه وبترجع لورا تضغط على الاعصاب الطرفيه، وللاسف لما تيجي في العنق ممكن كمان تضغط على الحبل الشوكي. المريض بيجي يشتكي من وجع في رقبته، بيسمع في كتفه، بيسمع في دراعه، وكمان ساعات بيجي مع تنميل وخذلان في صوابع الايد. بعض الناس بتيجي كمان باعراض وجع في الكتف او وجع في الدراع بس، ما بيجيش وجع في الرقبه. وبعض الناس بتيجي برضو بعدم اتزان في المشي بس من غير اي الام في الرقبه او الدراع. ده بيبقى المسبب ليها الانزلاق الغضروفي العنقي او زوائد عظميه ضغطه على الحبل الشوكي. علاجه هنبتدي لو هو غضروف عنقي مش مؤثر على الحبل الشوكي، هنحتاج ناخد شويه ادويه مثبطه للاعصاب مع مسكنات، والمريض يلبس رقبه وان شاء الله بنسبه كبيره بيتحسن. لو ما تحسنش بنضطر نعمل له عمليه جراحيه لاستئصال الغضروف وتركيب مكانه دعامه. المريض اللي بيجي يشتكي من عدم توازن اثناء المشي او عدم تحكم في البول او ضعف في الاطراف، يعني مش عارف يربط زرار القميص، مش عارف يسرح شعره، مش عارف يعصر الليمونه، ده يبقى الغضروف اثر على العصب الطرفي المغذي للطرف العلوي لايده، وساعتها نحتاج نعمل له عمليه على طول. اطمنوا الموضوع بسيط ان شاء الله، ومعظم الناس بتتحسن من غير جراحه. دمتم بالصحه وعافيه.